مقال الدكتور طلال الشرفات المنشور في موقع عمون بعنوان مجلس الأعيان، هل ثمت معارضة هناك؟ يستهل الكاتب مقاله بالقول في إدراج مثير للصديق العين جميل النمري على صفحته في فيسبوك بأن ثمت كتلة معارضة متناغمة في مجلس الأعيان وبصورة غير مسبوقة تجلت في نقاش قانون الجرائم الإلكترونية. هذا القول يشكل تطورا جديدا في العمل البرلماني وعلى الأخص في مجلس الأعيان. يضيف الكاتب شخصيا لا أتفق أبدا مع كل ما طرحه أعضاء الكتلة المعارضة في مجلس الأعيان، بل كنت أتمنى أن يتم إقرار المشروع كما ورد من مجلس النواب، ولكني بالمقابل أعطيهم كل الحق في النضال من أجل تحقيق قناعاتهم الفكرية والسياسية. يتابع الدكتور الشرفات اليسار السياسي بما في ذلك الشيوعيون وحلفاؤهم من أتباع التيار المدني يمارسون عملا سياسيا متقنا يجمع بين المتطلبات والضرورات الفكرية والسياسية ومرجعياتهم التاريخية. يختم الكاتب مقاله من حق الكتلة المعارضة أن تخترق تيار الموالاة في مجلس الأعيان لتبني وجهات نظرهم التشريعية، ومن حق تيار المحافظين واليمين الوطني أن يقلل وجودهم في البرلمان بمجلسيه قدر الإمكان، وتلك هي أبسط أبجديات التنافس السياسي. للحديث حول ما جاء في المقال نرحب بكاتبه عضو مجلس الأعيان السابق الدكتور طلال الشرفات. صباح الخير دكتور. صباح الخير يا مرحبا. يعني دكتور طلال، هل نستطيع القول أن هناك كتلة معارضة في مجلس الأعيان فقط لاختلافهم بالرأي حول مشروع قانون؟ يا سيدي، هذا ما قالوه هم أنفسهم. يعني العين الجميل النمري قال نعم لدينا كتلة معارضة مكتملة الأركان، وبالتالي هذا ما قالوه في حديثهم، وهذا ما تجلى بشكل واضح أنهم رغم اختلافاتهم في بعض الأشياء إلا أنهم يعني كان لهم موقفا واضحا من قانون الجرائم الإلكترونية. ولذلك عندما تحدثت في ذلك تحدثت عن واقع ورد على لسانهم، ولذلك يمكن للمراقب السياسي أن يلاحظ ذلك بوضوح، ذلك أنهم يطرحون من أنفسهم على أنهم تقدميون في مجال الدفاع عن الحريات وما إلى ذلك من المسائل التي هم يؤمنون بها. نعم نعم. طيب دكتور طلال، يعني من خلال وجودك في مجلس الأعيان، هل كان التصويت دائما بالإجماع؟ ألم يكن هناك أي نوع من أنواع ربما المعارضة لبعض مشاريع القوانين؟ يا سيدي، هذه ليست لا تعتبر أن هناك يعني ليس هناك يعني تمازج فكري أو اتفاق على ذلك، لأن بعض المشاريع هي مسائل فنية، لكن عندما يتعلق الأمر بالأفق السياسي يمكن ملاحظة المواقف الفكرية المتجانسة التي تجعل من هذه المجموعة أو تلك مجموعة، سواء كانت مجموعة موالية أو مجموعة معارضة. ولذلك حتى عند تشكيل مجلس الأعيان كان هناك مراقبين سياسيين يقولون أن هذه كتلة معارضة يعني تشكل بشكل كبير يعني اليسار السياسي، أو أيضا مجموعات محسوبة على الحراك ومجموعات أخرى لها مرجعيات ربما تتفق مع اليسار أو تتقاطع معه في بعض القضايا، لكن في كل الأحوال نعم هناك توافق فكري ومرجعياتهم التاريخية تؤكد ذلك. نعم. طيب يعني دكتور طلال، هل سنرى يعني نشاط ربما أو بروز أكبر في التباين في داخل مجلس الأعيان؟ هل نعتبر ما جرى هو نواة فعليا لوجود معارضين؟ نعم يا سيدي، هناك بعض الأحيان منهم منتمين إلى أحزاب في اليسار السياسي، ولذلك عندما تحدث رغم أيضا التوافق الفكري بينهم إلا أنهم أيضا جزء منهم منتمي إلى أحزاب يسارية في عاملة على الساحة الأردنية الآن كما هو الحال في التجمع الديمقراطي الذي يضم على الأقل اثنان من الأعيان أو ثلاث. ولذلك عندما تحدث عن اليسار الفكري
أنا أعتقد أن هناك تلاقح فكري فيما بينهم، وأيضا كما قلت مرجعياتهم التاريخية التي يعني لها مرجعيات شيوعية أو فكرية أو ماركسية، في كل الأحوال هي يعني مرجعيات تاريخية وهي أفكار سياسية، لكن كما قلت البارحة في مقالي أن هذا يستدعي توحد الموالاة، يعني بمعنى أن يكون هناك يعني توافق سياسي وأن يكون هناك خطاب مقابل لخطاب اليسار السياسي الذي يعبر عن حالة من يعني أنهم يعرفون ماذا يريدون بالضبط، ولذلك طلبت توحد قوى الموالاة بمعنى أن يكون هناك ساحة التنافس السياسي موجودة، بحيث نعم كما هم يريدون أن يوسعوا قاعدة مشاركتهم أيضا من حق الموالاة أن تبقى المسيطرة على المشهد التي تعبر عن قوى المحافظين وقوى الوسط السياسي التي تحافظ على هوية الدولة ولونها وكل المسائل المتعلقة بتاريخ هذه الدولة من التأسيس إلى الآن. نعم. طيب دكتور طلال، يعني الكتلة المعارضة في مجلس الأعيان والتيارات المختلفة في مجلس الأعيان، هل ترتبط أو سترتبط بمثيلاتها في مجلس النواب؟ يعني إذا أردنا أن نقول ذلك يعني يجب أن نفرق بين التيارات التي تستند إلى إرث فكري، إلى إيديولوجيا، وهناك أيضا أعضاء في أحزاب تستند إلى أفق برامجية. صحيح أن هناك الآن في مجلس النواب تقريبا حوالي 80 شخص أو 80 نائب، يعني أعضاءهم في أحزاب، ويشكل حزب الميثاق الوطني القاعدة العريضة في مجلس النواب بعدد يزيد عن 50 نائب. نعم. لكن المرجعية في هذه المسألة مسألة مرجعية تنظيمية ناشئة، تختلف بشكل بين في هذه المرحلة عن اليسار السياسي. اليسار السياسي هو أيديولوجيا، هناك فكر، هناك منطلقات تنطلق من هذه يعني المسألة السياسية، وكما قلت أن اليسار السياسي في يعني مشاركته في مناقشة قانون الجرائم الإلكترونية استطاعوا أن يوجهوا خطابا ذكيا تجاه الشارع، في حين أن الأحزاب الناشئة ما زالت تحتاج إلى أطر تنظيمية أكبر وأيضا تثقيف سياسي كبير، بحيث نعم أن يعرف دائما العضو البرلماني ما هي الالتزامات التي يتوجب على عضو الحزب أن يمارسها تحت قبة البرلمان. نعم. نعم، يعني دكتور نتمنى أن نرى ترابط أكبر وتوائم أكبر بين يعني أعضاء مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان بما يصب في النهاية في مصلحة المواطن. بدي أشكر وجودك معنا عضو مجلس الأعيان السابق الدكتور طلال الشرفات، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.